في حاجة لازم تعرفها. مريم مخبية حاجة؟ بصراحة أنا حسيت إني غلطت لما وافقتها في اللي هي عايزة تعمله من غير ما أقولك. أنا مش فاهم حاجة. وأنت بقالك 3 شهور ما سألتش على مريم مش كده؟ واحدة طلبت إنها تتطلق وطلقتها، هسأل عليها ليه؟ عشان هي تستاهل السؤال، وعشان هي محتاجاه. متفاهمين يا وردة؟ ياسين، هو أنت عمرك سألت نفسك إيه السبب الحقيقي اللي خلى مريم تطلب منك الطلاق وتتمسك بيه قوي كده؟ أنا ما بعملش حاجة يا وردة غير إني بسأل نفسي السؤال ده كل يوم وعمري ما وصلت ليه. تمام، أنا بقى جاي عشان أقولك السبب الحقيقي. هل أنا كنت صح؟ في سبب ورا كل اللي بيحصل ده. مريم مخبية عليها حاجة. أيوة مخبية، ومش عارفة أصلا لو صح إن أنا أجي أقولك ولا الأحسن إنك متعرفش. أنا ممكن أخسر مريم فيها لو عرفت إن أنا قلتلك يا ياسين. فيها وردة؟ مريم عندها كانسر يا ياسين. كانسر؟ من يوم ما عرفت وهي مش بتفكر غير فيك أنت، وإزاي تخليك ما تشيلش معايا هم الرحلة اللي هي داخلها لوحدها. عشان كده ساعتها قررت إن هي تتطلق منك من غير حتى ما تقولك ليه. أنت بتقولي إيه؟ زي ما بقولك، بدأت تكرهك فيها وتأفور في غيرتها عليك، عشان لما يحصل طلاق وبعد ما تبقاش انت عايش معاها اللي هي عايشة دلوقتي لوحدها. مريم كانت عارفة انها تعبانة وهي قاعدة معايا في البيت وما قالت ليش، وانا ما حسيتش بيها. ياسين، مريم طول عمرها بتهمل في روحها وصحتها، وكل اللي كان هممها اول ما عرفت التحاليل ان هي تخبي عليك وتكرهك فيها عشان توصلوا للنقطه اللي انتوا فيها دلوقتي. ادخل. ياسين، عرفت منين اني هنا؟ كنت مستنيه ايه يحصل تاني عشان تعرفيني الحقيقه؟ انت عرفت منين؟ مش ده المهم. عرفت من ورد. انت ليه عملتي فيها كده؟ ليه استكترتي على اني اكون جنبك؟ مش عايزه اشوف في عينك النظره دي. انا عينيا ما فيهاش ناحيتك الا كل حب، برغم كل اللي حصل بينا وبرغم طلاقنا وبرغم الايام الكتير اللي فاتت وانا مش عارف ايه سبب اللي بيحصل لحد ما كنت هتجنن، وانا لسه عينيا ما فيهاش ناحيتك الا كل حب. مش عايزك تشوفني ضعيف. انا عمري ما شفتك ضعيف. وجه الوقت اهو انك تشوفني ضعيفه فيه. انا اسفه. انا اللي اسف. انا اللي اسف اني ما حسيتش بيكي واحنا تحت سقف بيت واحد. آسف إن عصبيتي ونرفزتي ما خلونيش أحس إن فيكي حاجة غلط وأمشي ورا كلامك وأطلعك. بصراحة بقى أنا ما كنتش هطلق. كنتي قصدي تعملي كده عشان أطلقك؟ ها، كان هو الحل الوحيد اللي قدامي. لا، كان في حل تاني. كان ممكن تيجي تقولي لي وأفضل جنبك، ما كانش هيحصل حاجة يعني. الرحلة صعبة ومؤلمة أوي. هنعديها واحنا سوا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.